هاي ليوناردو، دوناتيلو، رافائيل ومايكل أنجلو، شخصيات كرتونية انطلقت من 35 سنة عرفت نجاح عالمي تحت اسم تينيج ميوتن نينجا تيرتلز، وهن جزء من طفولة جيل الثمانينات والتسعينات بشكل خاص. طلعوا الزلاحف من القصص الكوميدية اللي ألفوها كيفن إيستمان وبيتر ليرد سنة 1984 عن طريق الصدفة والتسلية، وتم نشر الطبعات من مصاري تدينوها من شخص قريب، والنسخة الأولى تسوى اليوم حوالي 20,000 دولار. تم تسمية الزلاحف الأربعة على أسماء فنانين من حقبة النهضة، وهالشي عن سبيل السخرية. لما نجحوا الشخصيات تلقى الثنائي عدد كبير من العروض، ومرة من المرات وقعوا عقد مكتوب على ورقة محارم. مين قال إنه تينيج ميوتن نينجا تيرتلز باعوا عالمياً أكثر من 100 مليون لعبة بسنة واحدة، وهو رقم قياسي ما حدا سبقهم عليه؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.